عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا لي في صوت عندكم ولا لا؟ يسعد لي مساكم، النهاردة ايه الخميس؟ أظن أنا سامع صوت أهو. ها، تحسنت تجربة الصوت الضوئية ولا أنا مش عارف والله، احترق في الموضوع ده. أخباركم إيه؟ ليلتكم سعيدة النهاردة طبعا أو إمبارح؟ حصلت حادثة غريبة، حادثة القطار 948 أو 948 القادم من المنصورة للقاهرة. كلكم عارفين قصة السيدة صفية إبراهيم أبو العزم، السيدة اللي كانت راكبة القطر، الكمساري اتخانق مع المجند أو عسكري الجيش علشان ما عندوش أو معهوش 22 جنيه يدفعها لتذكرة القطر، تذكرة الوصول. طبعا قصة السيدة صفية، هي كانت راكبة القطر ده رايحة تحضر فرح بنت شايتها في بير سابع في المنوفية، وشافت تعامل الكمساري باستهانة وتعالي مع المجند أو العسكري، فطبعا إيه قررت إنها تقوم وتدفع ال 22 جنيه ثمن التذكرة. هذه السيدة المصرية المحترمة هي سيدة من مدينة المحلة الكبرى، مدرسة في مدرسة في مدرسة المحلة، عندها 3 أولاد، عندها ابن مهندس، وعندها الثاني بكالوريوس تربية والثالث بكالوريوس هندسة، وجوزها موظف. والحقيقة طبعا إن هذه السيدة موقفها يحترم ويقدر، وهو موقف عظيم وموقف نبيل طبعا. كمان تعالي التعالي بتاع الكمساري الحقيقة اللي أنا يعني مش فاهمه أو مش فاهم ليه تعامل بهذه الطريقة مع المجند أو مع العسكري، التعامل ما كانش يعني يليق بالكمساري. لكن الموضوع ده مهم جدا لعدة أشياء عايزين نرتبها مع بعض وعايزين نعيد التفكير بيها. بص، أنا مش هاخدك لنظرية المؤامرة ولا هقول لك إن أصل الموضوع ده متظبط عشان يعفوا المجندين من التذاكر، ولا هقول لك إن السيسي ونظامه عاملين ده خالص. أنا هاخدك بس تاتا تاتا للخطوات اللي حصلت. موقف السيدة المصرية موقف عظيم جدا ومحترم ويقدر ليها. موقف الكمساري بكل صلافته وغروره وتعاليه وإهانته لهذا العسكري موقف طبيعي جدا جدا، وهو مارس دوره وعمله. عمله اللي كلفه بمين؟ كلفه بواحد اسمه كامل الوزير. ماذا يعمل كامل الوزير؟ يعمل وزيرا للنقل، وكان قبلها بيشتغل ايه؟ كان حراء، كان شغال رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. وزير النقل هو اللي خرج كامل بالوزير وقال الكمساري اللي مش هياخد تذاكر من الناس هيتحاسب، ان احنا عندنا ناس او عندنا هيئه بتحاسب. تعالى اوريك هذا الحمار قال ايه عشان انت بتلوم الكمساري ومصر كلها قايمه على الكمساري. شوف الحمار ده. وزير النقل المصري يهدد: سنسلم المتهربين من دفع التذاكر لقسم الشرطه. راجل واضح هدد اللواء المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري انه اي شخص مسؤول، اي كمساري ما يحصلش التذكره على اسم الشرطة. وقال في متن الخبر انه احنا في مجموعة من المخبرين او العساكر او الاشخاص المتخفيين اللي موجودين بيراقبوا الكمسارية، في وجود كاميرات، وجود موبايلات، وجود ناس بتصور. كمساري جلياط وقليل ادب وبتاع، هو طبيعه زي كتير من ضباط الشرطه وكتير من ضباط الجيش جلياطين وبتاع، هو طبيعه الحقيقه النشأة او الاخلاق او التربيه. يعني هي الموضوع بيعود لتربيتك في الاصل، الى نشاتك، الى طبيعه عملك. طبيعه العمل اللي انت بتشتغل فيه بيعلمك ايه، بيطبق عليك القانون والعقاب. فاذا جئنا لتطبيق العداله على المصريين او على الشعب المصري لازم تقيسها بمقياس واحد. يعني انا ما اقدرش اقول لك ان هذه المراه تساوي هذه المراه. يعني الست اللي قدامك ده، انت قدامك مثالين لاثنين من السيدات، اثنين من الستات. واحده شتمت الضابط ومزحت بكرامه ام الارض وقطعت له الرتبه بتاعته ورمتها، وهي ست جلياطه برضه وموقفها غير محترم، بينما كان موقف الضابط المصري محترم.
فموقف هذه السيدة وشوف نظرة عينيها لهذا المجند، وكأنها يعني السيدة الحقيقة صفية إبراهيم أبو العزم، مشهد أم تنظر لابنها اللي في ورطة، اللي مش عارف يتصرف، اللي ناس يعني حاسة إنه ابن من أولادها بيهان، ما عندوش تمن التذكرة أو ما عندوش يقدر يدفع تذكرة. المشهدين، مشهد الست دي ومشهد الست دي، بيبين لك قد إيه الاختلاف. إن هي علاقة ست في مستشارة في محكمة، ودي معلمة بتعلم أجيال، فكل واحد بيدل على التصرف اللي تصرفه. أنا ما أقدرش أقول إن هذه السيدة الغلبانة الطيبة المعلمة الموجودة، اللي هي زي ما أنت هجيب لك صورتها أهي، مدرسة موجودة، دي صورة ليها وهي بتشتغل دي في مدرسة المحلة الكبرى، ولابسة اللبس بتاعها، يا رب ما يطلعوناش بكرة يقول لك أصلها محجبة أو أصلها إخوان، فده موقف ما أعرفش إيه، ويهنوها زي ما بيهنوا أي ست منتقبة أو محجبة، فاهمني؟ فطبعا المشهد الست اللي هي الست صفية، موقفها أنا لا أتهمه إنه أقول عليه مؤامرة، ولا أقول عليه إنه موقف يعني مسيء، لكن الغريب أو المحير موقف واحد زي كامل الوزير. يعني كامل الوزير الموقف اللي عامله ده، يعني كامل الوزير عامل خزعبلات. أولا طبعا من حقه، طبعا العسكري الكمساري مش لابس كمامه، ده طبعا ده خطا كبير وخطا صحي، وبيضر الناس في ضوء انتشار فيروس كورونا، طبعا دي جريمه لوحدها تمام. مطالبته المجند نزل الكمامه وشيل الكمامه والكلام ده طبعا غير لائق، لكن ده اسلوب كامل الوزير مع الناس، اسلوب كامل الوزير مع موظفينه. كامل الوزير اللي طالع لي دلوقتي يقول لي كامل الوزير اهو في المصر اليوم قدامكم، سأذهب لأعتذر للمجند وأشكر سيادة القطار. طب هتشكر يعني؟ ما هو المجند ده الكمساري تصرف، يعني الكمساري تصرفه طبيعي جدا زي تصرفك أنت مع الناس، يعني تصرفك ده أنت اللي يشوفك مع عمرو أديب يا راجل، كنت ناقص تطلع من سماعة التليفون تديله قلمين، كان ناقص تدخل الشاشة وتدي قلمين لعمرو أديب. فجلطة كامل الوزير، سواء كان لما كان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكان بيسرق فيها وينفذ مشروعات سيئة أو بايظة، أو مشهده دلوقتي، أو وجود كامل دلوقتي في المشهد ده اللي موجود فيه الكمساري، الكمساري هو كامل الوزير. طيب إذا أنت بتناقش إنه العدالة وده العسكري، هو العسكري الغلبان فعلا، بس المواطن ده برضه اسمه محمد عبد الحميد، مواطن غلبان ده محمد عبد الحميد الله يرحمه، اللي نط من شباك القطر، اللي نط من شباك القطر عشان ما عندوش فلوس يدفعها، عشان مش قادر يدفع فلوس التذكرة، نط من القطر ومات، مش كده ولا إيه؟ ولا هو الموضوع إيه؟ هي العدالة إيه؟ مش دي العدالة اللي المفروض تسود في الدولة المصرية؟ بتدفع راجل غرامة 4000 جنيه كمساري، بتنقله القطارات بتاعت البضايع، بتخصم له 52 يوم ولا 51 يوم علشان أهان جندي، ولا طب المواطن اللي اتقتل حصل معاه ايه؟ وبعدين العسكري الغلبان ده مين المسؤول يوفر له حياة؟ مين المسؤول يوفر له حياة آدمية؟ مين المسؤول يوفر له راتب يبقى عنده مرتب يعيش بيه؟ مين المسؤول عن ده؟ مش قيادات الجيش؟ لما يبقى عسكري ما عندوش 22 جنيه وزميله او اخوه انت بتوديه سينا يقتل المصريين هناك او تنزله، مش ده العسكري اللي عبد الفتاح السيسي قال جبنا معدات هندسية جديدة من 4 ايام 5 ايام، جبنا معدات وهننزلهم القرى، هننزلهم يجوا يدرمغوا امها، يجيبوا القرى، القرى دي بتاعت مين؟ بتاعت ام العسكري وابو العسكري وخال العسكري وعم العسكري ومرات العسكري واخت العسكري، مش ده العساكر اللي هتنزلهم بالجرافات يهدوا بيوت الناس؟ اذا انت عايزني تحمل العسكري، تحمل الكمساري جريمه العسكري؟ لا يا سيدي ما تحملهاش، تتحملها حضرتك، حضرتك اللي تشيل هذه المسؤوليه،
مسؤولية تقع على كامل الوزير، وعلى قائد الكتيبة، وعلى وزير الدفاع، وعلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الجريمة أو المسؤولية تقع عليكم أنتم، لأن أنتم اللي خليتوا العسكري يوصل للحالة دي. أنتم اللي خليتوا العسكري يبقى لبسه مش نظيف، أكله مش صحي، مش عارف يدفع أجرة قطر، مش عارف يدفع 22 جنيه. مش عارف يدفع 22 جنيه لتذكرة عشان يركب من المنصورة للقاهرة. يبقى المسؤولية بيتحملها مين؟ المسؤولية بتتحملوها أنتم المسؤولين عن ده. العسكري اللي أنت بتعلمه يقتل مواطنين، كان الأولى إنك تعلمه إنه يبقى عنده كرامة وعنده صيانة لأهله ومواطنيه ويحافظ عليهم. تيجي هنا دلوقتي السيدة، أنا لا ألومها، يعني السيدة بطلة واقعة قطار المنصورة تبكي، بدلة العسكري أغلى من 22 جنيه. طبعا جينا هنا لمربط الفرس. مربط الفرس اللي هو إيه؟ اللي إنه الموضوع بقى ندخل في العسكري والمدني. العسكري والمدني، بدلة العسكري أغلى من 22 جنيه. لا حضرتك، هو العسكري بدلته زي الجلابية على فكرة، وزي البدلة وزي الكرافتة وزي البدلة المدني، والبيادة بتاعت الضابط أو العسكري زي جزمة المهندس والدكتور والطبيب، صدقيني زيها. في أوقات كتيرة الطبيب بيبقى أهم من العسكري، كل واحد ليه دور بيقوم بيه. يعني أثناء جائحة كورونا أو مرض كورونا الطبيب دوره أهم من العسكري، فكل واحد ليه دور بيقوم بيه. بدلة العسكري، بنطلون العسكري، أندرويل العسكري، شراب العسكري، كله زي الفل تمام. بس ده مسؤولية دولة، دولة توفر لهذا الرجل إنه يعيش عيشة كويسة، إنه يعرف دوره، يعرف واجبه. مش واجب العسكري إنه يروح يقتل الناس في سيناء، ولا واجبه ينزل يهد بيوتهم، واجبه يحافظ عليهم، واجبه يحافظ على ملايين السيدات زي الست صفية إبراهيم، الست اللي عملت الموقف المحترم ده. هذا العسكري واجبه انه يحافظ عليها، هذا العسكري واجبه انه يقوم بالدور ده في الحفاظ على الناس. لكن انت دلوقتي جاي تقول لي اصل العسكري ده ما على راسنا، اصل العسكري ده حصل كذا، اصل بدلته ما اعرفش ايه. انت ما تحولهاليش لجيش وشعب، يعني ما تحوليش الموضوع لجيش وشعب، اصل الجيش بيهين الشعب والشعب بيهين الجيش. مش صحيح، الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش، بس حضرتك الطريقة اللي بتتعاطى بيها، انت عايز تركب ده فوق ده، ما تركبش. ده ليه دور وده ليه دور، المهندس والطبيب ليه دور، والعسكري والضابط ليه دور، ضابط الشرطة له دور، وضابط الجيش له دور. مش دورهم ابدا يقتلوا الناس ولا يقمعوهم ولا يهدوا بيوتهم، ولا يهدوا بيوتهم. لكن لما انت تيجي تقعد تعمل وزير النقل في الشروق يوجه بالتعاقد مع وزير النقل يوجه بالتعاقد مع معاهد تدريب لتأهيل العاملين بالسكة الحديد نفسيا، يا حلاوي يا حلاوي. يعني هو دلوقتي بيقول لك انه العسكري او الكمساري مريض نفسيا، انت متخيل المشهد؟ اقرا بس اسمع الخبر ده كويس كده. مريض نفسيا، انا واقف ساكت بصراحه، يعني اقول له ايه؟ يعني هقول له ايه؟ يعني انتوا ايه التعليق اللي تقولوه من وجهه نظركم على حاجه زي دي؟ علقوا يعني، قولوا لي ايه التعليق اللي يناسب حاجه زي دي؟ خليني بس اقول لكم قصة غريبة. في يوم من الايام كان في سيدة عظيمة اسمها ام كلثوم. ام كلثوم دي كانت ساكنة زي ما انتم عارفين في الزمالك، مسا مسا منورين، عم حسن المصري، عم علي، اهلا يا عم اشرف، من يا عم السيد، يا عم عبد اللطيف، يا احلى ناس، منا ربنا يحفظك، ربنا يخليك يا رقية، اهلا يا حمادة، ربنا يخليك يا وردة، كلكم يعني ورود في هذه الحياة وفي هذه الصفحة.
بس عايز اقول لكم حاجه بس مهمه. كان في الزمالك ام كلثوم عندها القصر بتاعها، ففي في يوم من الايام واحد اسمه سماعين كان معدي قدام القصر، ففجاه سماعين ده نط عليه كلب الست ام كلثوم عضه هبشه، وقع في الارض واتلم وحصلت كارثه كبيره، وطبعا الراجل المصاب وقعد يشتم ويسبه من بنت الكلب صاحبه البيت و و هو قصه مشابهه لقصه الكمساري، هختم معاكم بيها يعني، مشابهه لقصه الكمساري وقصه العسكري. فطبعا في الاخر خدوهم ودوا الولد على الاسم اللي كلب ام كلثوم عضه، ف في الاخر من كتر الضرب الولد ضربوه، انت مش عارف ده كلب مين وازاي اساسا كلب ام كلثوم يعضك. كان مصطفى امين زمان يقول لهم الخبر الصحفي هو ان يعض مواطن كلب وليس ان يعض كلب مواطن، ف من كتر الضرب الواد قال لهم خلاص يا عم انا اللي عضيت الكلب سيبوني. فهي نفس القصه، انت بتعمل مع الكمساري دلوقتي رغم خطأ وادانه خطأه، بتعمل معاه اللي هو زي كلب ام كلثوم. وطلع شاعر عظيم وقتها عم احمد فؤاد نجم، كتب قصيده عظيمه في الزمالك من سنين وفي حمى النيل العظيم، قصر من عصر اليمن ملك واحده من الحريم، صيتها اكتر من الاذان يسمعوه المسلمين والتتر والتركمان والهنود والمنبوذين، ست فاقت على الرجال في المقام والاحترام، صيت وشهرة وتلمان يعني في غاية التمام، قصر يعني هي كلمة ليها كلمة في الحكومة، بس ربك لأجل حكمة أم حرمها من الأمومة، والأمومة طبع ثابت جوه حواء من زمان، تعمل إيه الست؟ جابت فوكس رومي وله وداني، فوكس ده عقبال أملتك عنده دستة خدامين، يعني مش موجود في عيلتك شخص زيه يا إسماعيل. واسماعيل ده يبقى واحد من الجماعة الغلبانين اللي داخل في المعاهد والمدارس من سنين، حب يعمل واد فكاكة ويمشي حبة في الزمالك والقيامة والفتاكة، يرموا طبعا على المهالك، عم سمعة من قيامته حب يعمل فيها فيلا، بعد ما ألوظ بجامته اشترى حتة مجلة، أم مش بيقرأ في حكاية من حكايات الغرام، واندماجه في القراية خلى بشي وبش تمام، على اليمين يحدف بعيد خطوتين وتروح شمال، لمح فوكس من الحديد قال ده صيد سهل وحلال، هوب نط في كرش دغري جنب جامده لحد ديلها، اسماعيل بدل ما يجري قال يا رجلي رجلي مالها. طبعا هي قصيده طويله جدا، بس شاف الدم سايح من عليها ومن وطيها، وياللي جاري وياللي رايح المجله مش لاقيها. قصة طويلة جدا في الآخر يعني، القصيدة تاخد نص ساعة تاني عشان أقولها. المهم راح إسماعيل ليه الاسم اسم الشرطة، وطبعا لما راح الاسم أو وصل لاسم الشرطة حصلت الكارثة معاه أو حصلت المصيبة معاه، إنه اعترف إنه هو اللي عض الكلب مش الكلب اللي عضه، يعني في اخر القصيده بكره يشكل وزاره ويعملوك فيها رئيس، هيص يا كلب الست هيص هيص يا كلب الست وعيش. فهو ده الوضع دلوقتي، انت بتحمل كمساري بينفذ قرارات رئيسه اللي هو كامل الوزير. فالحقيقه انه انا شايف ان الوضع دلوقتي قصه الكمساري والعسكري سيبك انها مترتبه، ولكن الجنايه الحقيقيه ان مفيش حد بيقوم بواجبه في البلد دي، مفيش حد بيقوم بدوره، وانه كان يجب انه لو انت عايز تطبق القانون هو كان الوزير اللي امر الكمساري يعمل ده، واللي امر العسكري الغلبان ده يقتل الناس في سيناء او يهدم بيوتهم في مصر هو اللي وصله انه ميبقاش معاه 22 جنيه ثمن التذكره. نرجع تاني نقول العداله والحريه والكرامه الاجتماعيه هي اللي غايبه عن الدوله المصريه. لما ترجع الحاجات دي ابقى قول لي ايه ادتنا مصر. ربنا يحمي مصر وجيشها ومؤسساتها وشعبها، وليلتكم سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.